استخدم تقريب الخطي في نوعية أخرى من أنواع الأسئلة، تقريب خطي لإجراء استكمال داخلي خطي. مديني هنا جدول عبارة عن قيم للإكس وقيم للإف أوف إكس، ومش مديني الدالة لكن مديني قيم الإكس والإف أوف إكس. على فرض أنه بناء على بحث في الأسواق، قدرت شركة ما أنه يمكن بيع إف أوف إكس 1000 آلة تصوير صغيرة بسعر إكس درهم، كما هو معطى في الجدول المرافق قدر عدد الكاميرات التي يمكن بيعها بسعر 7 درهم. معناه هنا من الكلام ده معناه انه بيقول انه الدالة هتمثل عدد آلات التصوير بالألف آلة، والإكس هتمثل الأسعار بالدرهم. قدر يعني معناه نعمل تقريب لعدد الكاميرات التي يمكن بيعها بسعر 7 درهم. هنستخدم قيم المحصور ما بينهم القيمة الموجودة عندي في السؤال اللي هي 7 درهم، فهنا هتكون محصورة ما بين الإكس بتساوي 6 والإكس بتساوي 10. يبقى هنا القانون الأساسي اللي معانا هيكون هو قانون التقريب الخطي اللي هو L of X بتساوي F of X نوت زائد F برايم X نوت مضروبة في X ناقص ال X نوت. طبعا هنا ال F برايم X نوت F برايم X دي قاعدة أساسية إن هي نفسها بتساوي الميل، وإحنا أخدنا قبل كده لو عندنا دالة ممكن ناخد نقطتين ونحسب الميل عن طريق القانون، قانون الميل اللي هو Y2 ناقص Y1 على x2 ناقص x1. فلو احنا قلنا مثلا انه هنا هتكون x1 وهنا x2، هيكون هنا y1 وهنا كمان y2، نقدر نحسب الميل وبيكون هو عبارة عن المشتق. هنا ممكن مكان الx نوت نكتب x1 او x2، هيكون عندي هنا x1 هتكون هي القيمة القريبة جدا من العدد 7 اللي هي هتكون 6، يبقى هنا هيكون x1 وهنا هيكون برضو x1 وهنا هيكون x1 1 عشان يكون سهل علينا التطبيق على الجدول. يبقى اول حاجة محتاجة ان انا اوجدها اجيب ال f of x1 اللي هي عندي اخترتها اللي هي قيمة ال x بتساوي 6، فال f of x1 هتكون قيمة المقابلة ليها في f of x اللي هي هتكون 84، يبقى كده قيمتها جاهزة مش هحتاج ان انا احسبها. ال f برايم ال x1 نروح نستخدم قانون الميل اللي احنا كتبناه علشان نوجد ال f برايم ال x1. y2 اللي هي 60 ناقص y1 اللي هي 84 على التغير في x اللي هي x2 10 ناقص x اللي هي بتساوي 6، هتدينا سالب 6. قيمة x، x المجهولة اللي انا عايزة احددها اللي هي موجودة في السؤال اللي هي قيمتها 7 درهم، يبقى هنا x بتساوي 7 اللي انا محتاجة اجيب قيمة الدالة عندها اللي هي مش موجودة في الجدول وانا ببحث عن صورتها المجهولة علشان اجيبها باستخدام قانون التقريب الخطي. يبقى هنا هيكون عندي L 7 بتساوي، هعوض بقى مكان f of x1 بقيمتها اللي هي 84 زائد قيمة المشتقة عند ال x1 اللي احنا طلعناه اللي هي طلعت سالب 6، والتغير في ال x، ال x اللي احنا عايزين نوجدها المجهولة اللي هي 7 ناقص قيمة ال x1 اللي هي قيمتها من الجدول بتساوي 6 او القيمة القريبة من العدد 7 في الجدول، ونقفل الأقواس ونحطها على الآلة ونطلعها بالتقريب 78. يبقى معناها انه عدد الكاميرات تقريبا هيكون 78000 آلة تصوير. نشوف التمرين رقم 9، استخدم الاستكمال الداخلي الخطي لتقدير الكمية المطلوبة. قدرت شركة ما انه يمكن بيع F of X 1000 لعبة برمجية بالسعر X درهم كما هو معطى في الجدول. مديني قيم للإكس 20 30 40 وقيم تعادلها في الدالة F of X 18 14 12. قدر عدد اللعبات التي يمكن بيعها بسعر 24 درهم، ده المطلوب الأول، والمطلوب الثاني بسعر 36 درهم. فهنا عشان أجيب المطلوب الأول هحتاج أخد قيمة تكون قريبة من ال 24، فعندي هنا العدد 24 محصور ما بين ال 20 وما بين ال 30 بالشكل ده، فممكن إن أنا أخد العدد الأقرب اللي هو هيكون ال 20 هو العدد الأقرب. بما إنه قال لي إنه ال X هي عبارة عن الأسعار، يبقى معناها إنه ال 24 هنا هتمثل قيمة ال X. يبقى هنا أول حاجة تكون ال X بتساوي 24، وهيكون عندي إنه ال X نوت هتكون هي القيمة الأقرب اللي هي هنا هتساوي العشرين. يبقى هنا هيكون عندي ال x نوت بتساوي 20، القيمة اللي تقابلها اللي هي هتكون f of x نوت اللي هي من الجدول هتساوي 18. دي القيم اللي انا استخرجتها في البداية. بعد كده انا هستخدم قانون اللينير اللي هو l of x بيساوي f of x نوت زائد f برايم
الاكس نوت مضروبة في دلتا اكس اللي هو اكس ناقص الاكس نوت. المطلوب هنا ان انا يكون عندي اف اوف اكس نوت ويكون عندي كمان المشتقة عند الاكس نوت. فهنا عشان اوجد المشتقة اللي هي نفسها الميل فممكن استخدم نقطتين واوجد الميل بالطريقة التقليدية اللي هي التغير في واي على التغير في. فاعتبر هنا انه دي اكس 1 وهنا اكس 2 وهنا واي 1 وهنا واي 2، وهوجد الميل بالطريقة العادية الواي 2 ناقص الواي 1 14 ناقص 18 على التغير في اكس اللي هو هيكون 30 ناقص 20، هيديني الميل سالب 2 على 5، والميل هنا هيكون هو عبارة عن الاف برايم الاكس نوت. بعد ما جهزت كل المطلوب هبدأ ان انا اكون المعادلة اللي انا هستخدم فيها قيمة الاكس بتساوي 24. يبقى هنا هحل مباشرة في خطوة واحدة، هيكون عندي ال القيمة اللي عايزة اقدر عندها الكمية اللي هي ال 24 درهم بتساوي f of x نوت اللي هي من الجدول هتكون قيمتها 18 زائد المشتقة عند ال x نوت اللي هي هتكون قيمتها سالب 2 على 5، وعندي ال x اللي هي 24 ناقص ال x نوت اللي افترضناها اللي هي قيمتها 20. هنروح على الآلة نحط القيمة دي كلها، هيدينا في الناتج تقريبا هتطلع 16.4، وطبعا قال لي هنا انه الاعداد بالالف لعبة برمجية، يبقى هيكون عندي 16.4 الف لعبة برمجية هتتباع بسعر 24 درهم. نفس الخطوات اللي احنا شفناها ممكن ان احنا نحسب المطلوب بالفرع بي. هنا هيكون عندي الاكس قيمتها 36، العدد 36 بالنسبة للاكس هيكون محصور ما بين 30 والاربعين، هيكون اقرب الى 30 او الاربعين، الاتنين صح ممكن ناخد اي واحدة فيهم، فخلينا ناخد الاربعين. يبقى معناها انه الاكس نوت عندي هتكون بتساوي 40، وهحتاج ان انا اجيب الاف اوف اكس نوت اللي هي القيمة المقابلة للاكس نوت اللي انا هاخدها في الجدول اللي هي هتساوي 12، وهحسب برضو الميل باستخدام نفس النقطتين. هيكون عندي التغير في واي عندي 12 ناقص 14، والتغير في اكس هيكون 40 ناقص 30، هيديني سالب 1 على 5 اف برايم الاكس نوت اللي هي نفسها هتساوي الميل اللي هي بتساوي سالب 1 على 5. ويستحسن طبعا ان انا كل مرة احسبها على الرقمين اللي محصور ما بينهم قيمة الاكس المطلوب. يبقى هنا هروح اطبق على القانون مباشرة، يبقى عندي ال القيمة اللي هي قيمة الاكس اللي هي 36 درهم بتساوي اف اوف اكس نوت اللي هي قيمتها 12 زائد اف برايم الاكس نوت اللي جبنا قيمتها سالب 1 على 5، وقيمة الاكس 36 والاكس نوت اللي احنا اخترناه اللي هي قيمتها 40. طلعتها باستخدام الآلة طلع عندي 12.8، يبقى معناها انه الناتج هيكون 12.8 والقيمة بالالف لعبة برمجية عند البيع بسعر 36 درهم. الجزء الثاني من الدرس طريقة نيوتن، اخدنا قبل كده المعادلات التربيعية اللي كانت في صورة f of x بتساوي a x تربيع زائد b x زائد c. عرفنا ان المعادلة دي بنستخدم طرق كتير في التحليل العوامل او باستخدام طرق كتير في ايجاد اصفار الدالة، لكن مش كل الدوال بنقدر نستخدم لها نفس الطرق في ايجاد الاصفار. فهنا هناخد طريقة نيوتن في ايجاد اصفار بشكل تقريبي بالنسبة للدوال اللي ما بيكونش عندنا ليها طريقة لتحديد الاصفار. طريقة نيوتن بيستخدم قانون، القانون عبارة عن xn زائد 1 بيساوي xn ناقص f of xn على المشتقة للدالة عند ال xn، وقال لي انه ال n ممكن تكون 0 او 1 او 2 او 3، يعني ممكن نستخدم ال n اي عدد صحيح بيعتمد على التخمين. يبقى هنا انا بخمن قيمة معينة بفترض ان هي n، وبعد كده بستخدمها في ايجاد قيمة تقريبية للاصفار باستخدام طريقة نيوتن. طريقة نيوتن بتعتمد مباشرة على نظرية القيمة المتوسطة اللي احنا اخدناها قبل كده. لو عندي الناتج تعويض في الدالة بقيمة x طلع عندي الناتج اكبر من الصفر، معناها انه الناتج عدد موجب فهو اعلى محور اكس، لو طلع عندي ناتج اقل من الصفر فهو عدد سالب يكون اسفل محور اكس. فيما بينهم بيكون تقاطع للتمثيل البياني مع محور الاكس، وده يدل على انه يوجد في صفر من اصفار الدالة. لو شفنا مثال رقم 5 على طريقة نيوتن، جد الصفر التقريبي للدالة f of x بتساوي x اس 5 ناقص x زائد 1، مديني التمثيل البياني. فمن خلال التمثيل البياني هلاحظ انه الصفر هيكون محصور ما بين السالب 2 والسالب 1. فلو رحنا عملنا اختبار بسيط ان احنا عوضنا في الدالة بقيمة السالب 1، يعني قلنا f السالب 1 عوضنا في الدالة، يبقى عندي سالب 1 اس 5 ناقص سالب 1 زائد 1 هيديني الناتج موجب 1. لو عوضنا بالسالب 2 f السالب 2 بتساوي
سالب 2 الكل أس 5 ناقص سالب 2 زائد 1 هيديني سالب 29. فهنا هنلاحظ انه في تغير في الإشارة، انه هنا في عدد موجب وفي عدد سالب، يبقى معناها العدد الموجب قيم الاكس فيه هتكون اكبر من الصفر، معناها ان هو اعلى محور الاكس، والسالب 29 هو قيمة اسفل محور الاكس لانه عدد سالب، اذا ما بينهم هيكون في تقاطع للتمثيل البياني مع محور الاكس، وبما انهم عددين متتاليين اللي هو السالب 1 والسالب 2 فهيكون تقاطع التمثيل البياني بين العددين. فهنا هفترض قيمة للاكس، ابدأ ان انا اقترب وحدد قيمة الصفر التقريبي. فهنا القيمة الاقرب للصفر في النواتج اللي حصلنا عليها هنلاقيها ان هي الواحد، يبقى هنستعمل ان الاكس بتساوي سالب 1 هيكون هي التخمين الاول. يبقى هنا في طريقة نيوتن هنعتمد على تخمين العدد الاول اللي احنا هنستخدمه اللي هو هيكون عبارة عن اكس نوت. هنا ممكن نحسب انه في عندي على خط الاعداد هيكون عندي اكس نوت، وبعدين هيكون عندي اكس 1 وبعدين اكس 2، وممكن اخد عدة ارقام الى ما لا نهاية بحيث ان انا ابدأ اقترب من الناتج اللي انا عايزة احصل عليه اللي هو يقترب من الصفر. يبقى كل ما اقرب من النواتج اللي بتديني صفر هكون بقترب من العدد الصحيح اللي هو عبارة عن الصفر التقريبي. يبقى هنا الاكس نوت اللي هستخدمها هتكون اللي هي بتساوي سالب 1. قانون نيوتن رافسون هيعتمد على اني هكون محتاجة التعويض في الدالة بقيمة الاكس نوت، وهحتاج كمان المشتقة. يبقى من البداية لو انا عندي الدالة هجيب كمان المشتقة للدالة اللي هي اف برايم الاكس، مشتقة الاكس اس 5 هتكون 5x أس 4، ومشتقة السالب إكس هتكون سالب 1، ومشتقة الواحد بصفر. يبقى دي كده هتكون المشتقة. يبقى عندي الدالة وعندي المشتقة وخمنت قيمة الإكس نوت اللي هي بتساوي سالب 1. نبدأ التعويض في القانون، قانون نيوتن رافسون اللي هو إكس إن زائد 1، هنعتبر الإن بصفر اللي هي القيمة الأولية اللي خمنناها، يبقى صفر زائد 1 بيساوي الإكس نوت ناقص f of x نوت على المشتقة عند ال x نوت. كل اللي هنعمله ان احنا هنعوض مكان ال x نوت بالسالب 1. يبقى هنا x 1 هي الناتج اللي هحصل عليه. يبقى لما يكون عندي ال x نوت معلومة خمنتها هوجد من خلالها ال x 1 اللي هي قيمة قريبة منها، ومن خلال ال x 1 هوجد ال x 2 وهكذا بشكل تسلسلي. يبقى ال x نوت هعوض بيها اللي هي قيمتها سالب 1 ناقص قيمة الدالة عند ال x نوت، يعني هعوض في الدالة بالسالب 1 اللي هي f سالب 1، والمشتقة كمان هعوض فيها بالسالب 1. يبقى زي ما احنا شايفين هي قيمة واحدة وعوض فيها في الدالة وفي المشتقة، وهطلع الناتج بشكل تقريبي. يبقى هنا ال x 1 هتساوي سالب 1 ناقص حسبنا قيمة الدالة عند السالب 1 واديتنا قيمتها بتساوي 1، وفي المقام لو عوضنا المشتقة بقيمة السالب 1 هدينا 4. يبقى هروح احطها في مكانها، يبقى هنا مكانها 4، هحطها على الآلة سالب 1 ناقص ربع هتديني بالتقريب هتديني سالب 5 على 4. يبقى دي هتكون قيمة ال x 1. يبقى جبنا ال x 1 من خلال ال x نوت اللي هي قيمتها هتكون سالب 5 على 4. يبقى هنا نقدر نجيب x 2 عن طريق x 1 اللي احنا جبناها. يبقى هتكون ال x 2 عبارة عن x 1 ناقص f of x 1 على مشتقة الدالة عند ال x 1. كل اللي هنعمله هنعوض. يبقى هنا الاكس 1 اللي احنا جبناها في الخطوة اللي فاتت هتبقى سالب 5 على 4 ناقص الدالة هنعوض فيها بسالب 5 على 4، وكمان المشتقة سالب 5 على 4. ممكن مباشرة نحطها على الآلة ونطلع الناتج على طول. هنا انا حطيت على الآلة مباشرة، حطيت الاكس 1 ناقص تعويض في الدالة الأصلية بقيمة سالب 5 على 4 اللي هي قيمة ال x 1، وفي المقام حطيت التعويض في المشتقة بقيمة ال x 1 اللي هي سالب 5 على 4، اداني الناتج سالب 1.178 تقريبا. يبقى الناتج هيكون معايا سالب 1.178 تقريبا. بعد كده هروح اجيب ال x 3 عن طريق ال x اللي احنا جبناها. انا ممكن استخدم التخزين على الآلة، ان انا هضغط هنا واخزن الناتج على الآلة. هنا ممكن استخدم الناتج كله على بعضه مباشرة عن طريق التحويل، ممكن احولها لبسط ومقام عشان اقدر ان انا استخدمها بالكامل بدون عملية التقريب. يبقى دي هتكون قيمة الـ x2، ممكن اكتبها هنا على جنب. يبقى هنا هستخدم الـ x2 ناقص الدالة في التعويض بالـ x2 تقسيم f برايم
ال x2 وهعوض بنفس الطريقة وطلع القيمة التقريبية التالية. يبقى هنا ال x2 جبنا قيمتها اللي هي قيمتها بالتقريب هتكون سالب 1.178. لاحظوا ان كل ما هناخد ارقام وكل ما هنبدأ نجيب قيم اكتر للإكس بالطريقة التسلسلية بالشكل ده هنبدأ ان احنا نقترب الى الصفر التقريبي. هنا لو شفنا في الكتاب هنلاقي انه قيمة الإكس 3 هتكون سالب 1.167 تقريبا، الإكس 4 سالب 1.167 برضو تقريبا. لاحظوا البوينت بيبدأ ان هو يقل، كل ما بيقل كل ما احنا بنوصل لقيمة تقريبية للصفر اللي احنا عايزين نوصل له. فهنا بدأت النواتج تبقى ثابتة معايا، فعشان كده هو اخد الإكس 6 هتكون هي القيمة التقريبية للصفر التقريبي. بدأ يحصل على نفس النواتج بعد كده من الإكس 5 وإكس 6. يبقى دي هتكون طريقة نيوتن في إيجاد الصفر التقريبي. في مثال رقم 6، استخدام طريقة نيوتن لتقريب جذر تكعيبي. استخدم طريقة نيوتن لتقريب الجذر التكعيبي للسبعة. فهنا أول خطوة اللي هي رقم 1، احنا لازم نفرض دالة، لازم يكون عندنا دالة F of X. وبعد ما نجيب الدالة، الخطوة 2 ان احنا نشتقها، هنجيب F برايم X. وبعد ما نجيب المشتقة رقم 3 ان احنا هنوجد قيمة بالتخمين تكون قيمة قريبة من الجذر التكعيبي ويكون لها ناتج عدد صحيح من تحت الجذر، تكون قريبة للجذر اللي احنا عايزين نحصل عليه، وبعد كده بنطلع القيمة التقريبية. يبقى الخطوة الاولى اللي هي ايجاد الدالة، هنفترض انه الدالة اللي هي جذر التكعيبي للسبعة بيساوي الاكس، دي الخطوة الاولى. لو احنا حبينا نتخلص من الجذر، عارفين انه التخلص من الجذر هيكون عن طريق التكعيب، يبقى هنكعب الطرفين، يبقى نحط هنا تكعيب ونحط هنا كمان تكعيب، فهيروح التكعيب مع الجذر، والمتبقي عندي هيكون اللي هو اكس اس 3 بتساوي السبعة. لو احنا نقلنا السبعة للطرف التاني وسوينا بالصفر، هيكون عندي اكس اس 3 ناقص سبعة بتساوي الصفر، ودي هتكون قيمة الدالة اللي احنا المفروض هنستخدمها في ايجاد ناتج الجذر التكعيبي. طيب دي الخطوة الاولى اللي هي خطوة الدالة اللي احنا وجدناها، اللي هي هنا هتساوي اكس اس 3 ناقص 7. نروح بعد كده نشتقها، لو جبنا اف برايم الاكس، مشتقة الاكس اس 3 هتكون 3 اكس تربيع، ومشتقة السالب 7 راحت بصفر، يبقى دي كده هتكون المشتقة. يبقى دي كده الخطوة التانية، بالتخمين نوجد قيمة تقريبية تكون قريبة من العدد اللي احنا عايزين نوجده بطريقة نيوتن. فانا عندي هنا لو جينا نشوف الجذر التكعيبي، الاعداد اللي بتطلع من تحت الجذر التكعيبي، اقرب رقم هيكون الجذر التكعيبي للتمانية اللي هو هنا بيساوي 2، فده هيكون التمانية قريب من السبعة والناتج منه هيساوي 2. فالناتج ده هنعتبره ان هو التخمين الاولي اللي هو هيكون الاكس نوت، هيكون بيساوي 2. يبقى كده جبت القيمة الاولية اللي اقدر من خلالها اقترب من القيمة المطلوبة. يبقى هنا التخمين هيكون عبارة عن اكس نوت بتساوي 2. نروح بعد كده نستخدم طريقة نيوتن اللي هي عبارة عن اكس نوت زائد 1 بتساوي الاكس نوت ناقص الدالة عند الاكس نوت على مشتقة الدالة عند الاكس نوت. يبقى القيمة اللي هي اكس 1 هجيبها عن طريق التخمين الاول اللي احنا افترضناه اللي هو قيمته 2 ناقص f of x نوت اللي هي هتكون f الاتنين على مشتقة الدالة عند الاتنين. كل اللي هنعمله ان احنا هنروح نعوض، يبقى عندي الاتنين ناقص التعويض في الدالة بقيمة الاتنين اللي هي 2 اس 3 ناقص 7 هتدينا 1، نعوض في المشتقة كمان باتنين، يبقى 3 ضرب 2 اس 2 هتدينا 12، حطيتها على الآلة 2 ناقص 1 على 12 هتدينا بالتقريب 1.916 دوري. يبقى ده قيمة الx1. نروح بعد كده من خلال الناتج اللي حصلنا عليه نوجد الx2. يبقى هنا الx1 لو حولته بالكسور هيكون 23 على 12، يبقى هنا الx2 x1 ناقص الدالة عند x1 على مشتقة الدالة عند الx1، يبقى بتساوي هيكون عندي الx1 اللي هي قيمتها 23 على 12 ناقص، هعوض في الدالة بقيمة الx1 اللي هي 23 على 12، وكمان هعوض في المشتقة بقيمة 23 على 12، واطلع الناتج باستخدام الآلة مرة واحدة. حطيت السؤال كله بالكامل على الآلة، طلع معايا الناتج 1.9129. يبقى ده الناتج قيمة الإكس 2. كل ما هنجيب قيم أكتر كل ما هنقترب للعدد أكتر. خلينا نشوف على الآلة قيمة الجذر التكعيبي للسبعة. زي ما احنا شايفين انه العدد اللي احنا جبناه اللي هو قيمة الاكس 2 قريب من ناتج الجذر التكعيبي للسبعة 1.9129 باستخدام طريقة نيوتن.
ناخد تمرين على استخدام طريقة نيوتن. قال لي استخدم طريقة نيوتن مع قيم اكس نوت المعطاة لحساب اكس 1 واكس 2 يدويا. استخدم حاسوب او آلة حاسبة لإيجاد الجذر الخامس لمنازل عشرية دقيقة على الأقل. يعني ممكن نستخدم الآلة بعد كده ونحسب بس الاكس 1 والاكس 2. بما انه مديني القيمة اللي هي الاكس نوت بيكون سهل عليا ان انا اوجد الناتج المطلوب. اما طريقة التخمين ان طريقة تخمين الاكس نوت بيكون لها مساوئ، ممكن تكون الاكس نوت اللي احنا خمنناها خاطئة، نعمل خطوات كتير جدا عشان نوصل الى الحل. فهنا هنحل الاسئلة بما انه مديني قيمة الاكس نوت بتساوي 1. سؤال رقم 13 اكس اس 3 زائد 3 اكس تربيع ناقص 1 بتساوي 0 والاكس نوت بتساوي 1. هنوجد الاكس 1 والاكس 2 ونستخدم الآلة في ايجاد الجذر لخمس منازل عشرية. كل اللي بنحتاجه علشان نستخدم قانون نيوتن ان احنا نوجد المشتقة. يبقى عندي هنا الدالة اللي هي f of x، وهيكون عندي المشتقة مشتقة الاكس اس 3 هتكون 3 اكس تربيع، ومشتقة 3 اكس تربيع هتكون زائد 6 اكس، ومشتقة السالب 1 راحت. كل اللي هحتاجه هنا ان انا هعوض بالاكس نوت، يبقى هنا f of x نوت اللي هي بواحد. ممكن نستخدم الآلة مباشرة هيديني 3، يبقى ال f of x نوت اللي هي f الواحد بتساوي التلاتة. هعوض كمان في المشتقة يبقى f برايم الاكس نوت اللي هي نفسها f برايم الواحد هتديني الناتج بيساوي 9. بعد كده هحط القانون اللي هو قانون نيوتن رافسون اللي هو x صفر زائد واحد بيساوي اللي هو x n زائد واحد. x n اللي هي نعتبرها اكس نوت، اكس نوت زائد واحد بتساوي اكس نوت ناقص f of x نوت على المشتقة عند الاكس نوت. مجرد تعويض هيكون عندي الاكس 1 بتساوي الاكس نوت اللي مدهاني في التمرين قيمتها 1 ناقص قيمة الدالة عند الاكس نوت بتساوي 3 والمشتقة عند الاكس نوت بتساوي 9. يبقى الناتج عندي هيكون بيساوي 2 على 3 قيمة اكس 1. الناتج اللي حصلت عليه ده هستخدمه في ايجاد الاكس 2. مطلوب مني كمان ان انا اجيب اكس 2 اللي هي عبارة عن اكس 1 زائد 1 اللي هي هتديني x2 اللي هي هتساوي قيمة ال x1 اللي احنا حصلنا عليها ناقص الدالة عند ال x1 والمشتقة كمان عند ال x1. يبقى كل اللي احنا هنعمله هنروح نستخدم الآلة، هنكتب الدالة في الصورة دي. هوريكم الطريقة لانه الطريقة دي احنا هنستخدمها لإيجاد المطلوب في الفرع B. كان ال x1 نحط بس ال x، فهنعمل الفا و x ناقص ال f of x1. هكتب الدالة الموجودة عندي، هكتب الدالة نفسها x أس 3 زائد 3 x تربيع ناقص 1، وفي المقام هحط المشتقة اللي هي 3 x تربيع زائد 6 x. لاحظوا ان هو ده اللي انا كنت بعمله في الخطوة اللي فاتت، ان انا بحط قيمة ال x الموجودة معي اللي هي نفسها قيمة ال x اللي قبل، وبعد كده بعوض في الدالة وحطها في البسط، وعوض في المشتقة وحطها في المقام. فللسهولة علشان هنستخدم القاعدة دي اكتر من مرة يبقى نحطها على الآلة بالشكل ده. يبقى نحط ال x ناقص الدالة على المشتقة للدالة، بعد كده هروح اضغط كالك وهختار ال x1 اللي هي العدد السابق اللي حصلنا عليه اللي هو قيمته 2 على 3، وهحطه في الكالك عشان اعوض بيه مكان ال x 2 على 3، وهضغط يساوي واطلع الناتج. الناتج طلع معايا بالبوينت زي ما احنا شايفين. يستحسن ان احنا ناخده قيمة كسرية علشان ما يحصلش تقريب اكتر من مرة. يبقى قيمة ال x2 79 على 144، يبقى تقريبا x2 بتساوي 79 على 144. هكتبه كده بسبب ان انا هستخدمه مرة اخرى بما انه مطلوب مني ان انا استخدم الحاسبة لإيجاد الجذر لخمس منازل عشرية دقيقة. وده اساس طريقة نيوتن ان احنا نفس الارقام تظهر معنا نواتج متتالية. هنشوفها تظهر معنا ازاي باستخدام الآلة. زي ما احنا على الآلة وعند الناتج اللي احنا حصلنا عليه احنا نقدر ان احنا نخزنه ونستخدمه زي ما هو موجود كده. هنضغط على الزرار اللي جنب علامة يساوي اللي هو ENS اللي هو بيخزن. كده احنا خزننا الرقم اللي احنا هنعوض بيه مكان الاكس. هنطلع خالص وهنروح على قيمة الدالة اللي احنا كاتبينها في الاول اللي هي كانت مكتوبة بالشكل ده، وهنضغط كالك مرة تانية وهنختار الرقم اللي احنا خزناه او نكتبه، مفيش اي مشكلة لو احنا مش عارفين نخزن، فهنكتبه مرة تانية ونضغط يساوي وهيطلع معانا الناتج بالشكل ده. هناخد منه خمس منازل عشرية دقيقة، يبقى هناخد بعد العلامة خمس ارقام فقط 0.53239 لحد هنا بس. يبقى دي كده قيمة الاكس 3 تقريبا هتطلع 0.53239
3 9 5 منازل 10 ونستخدم نفس الرقم ونجيب الاكس 4 ونتابع نشوف اذا كان في نواتج متشابهه. هخزن برضو الرقم بالشكل ده او هكتبه بالكامل او اكتبه في صورة بسط ومقام علشان اقدر ان انا استخدمه مرة اخرى. يبقى انا خزنته هنا. هروح على المعادلة اللي احنا كاتبينها قبل كده وهضغط كالك مرة اخرى وهدخل في الكالك الرقم اللي هو قيمة الاكس 3 وهضغط يساوي. هيديني الناتج برضو هاخد منه 5 منازل 10 اللي هو 0.532 08. العدد الخامس 8 بعديه 8 ينفع ان احنا نديله 1 بقواعد التقريب. يبقى هناخد لحد 8 هنخليها تكون 9. يبقى الناتج هنا يكون 0.532 0 والتمانية هنخليها تكون 9 ونستخدم برضو نفس الرقم في الكالك مرة اخرى. يبقى هنخزن الرقم من الزرار ENS ونطلع خالص ونروح على المعادلة اللي احنا كاتبينها ونضغط كالك ونضغط على ENS عشان ندخل نفس الرقم. لاحظوا الناتج اللي طلع معانا هو نفس الناتج اللي احنا حصلنا عليه في الاكس 4 حصلنا عليه برضو في اكس 5. يبقى لو جينا هنا نشوف الارقام 5 منازل 10 5 3 2 0 8. التمانية اللي هي المنزلة الخامسة هتتحول الى 9 يبقى هنلاقيه ان هو نفس الرقم. يبقى كده وصلنا للناتج الصحيح اللي احنا المفروض نوصله في 5 منازل 10 متكررة وده هيكون اساس طريقة نيوتن في ايجاد الجذور. ناخد سؤال اخر سؤال رقم 16 اكس اس 4 ناقص 3 اكس تربيع زائد 1 بتساوي 0 ومديني الاكس نوت بتساوي سالب 1. يبقى انا كده الموجود عندي هيكون هو الدالة اللي هي اف اوف اكس. اجيب قيمة الاف اوف اكس نوت ان انا هعوض في الدالة بسالب 1 بيساوي سالب 1. يبقى دي قيمة الاكس نوت اللي هي سالب 1. بعد كده هشتق هجيب المشتقة الدالة اف برايم الاكس مشتقة الاكس اس 4 هتكون 4 اكس اس 3 ناقص 3 اكس تربيع مشتقتها هتكون سالب 6 اكس ومشتقة الثابت بصفر. وكمان هنروح نجيب المشتقة عند الاكس نوت اف برايم اكس نوت طلع معايا الناتج بيساوي 2 قاعدة نيوتن اللي هي اكس 0 زائد 1 اللي هي اكس نوت زائد الواحد هتديني الاكس 1 بتساوي الاكس نوت ناقص الدالة عند الاكس نوت على المشتقة عند الاكس نوت. مجرد ان احنا هنعوض بس باللي احنا جهزناه وهطلع الناتج اللي هو هيديني قيمة الاكس 1 بتساوي السالب 1 اللي هي الاكس نوت ناقص قيمة الدالة عند الاكس نوت جبناها اللي هي سالب 1 على المشتقة عند الاكس نوت اللي هي بتساوي 2 ونطلعها باستخدام الآلة. الناتج طلع معايا سالب نص. يبقى ده الناتج اللي احنا حصلنا عليه سالب 1 على 2. الناتج ده هنستخدمه ونجيب الاكس 2 الاكس 2 طبعا عشان نكتبها بطريقة سهلة ونحل باقي المسألة كلها على نفس الخطوات. فاحنا هنكتب الدالة في الصورة دي هنكتب الفا واكس اللي هي قيمة الاكس اللي موجودة بس مش هنحط اكس نوت هنكتب بس القاعدة ناقص هناخد كسر في البسط هنكتب الدالة الاصلية. يبقى عندي الفا واكس اس 4 ناقص 3 الفا واكس تربيع زائد 1 وفي المقام هنروح نحط المشتقة هتكون عندي المشتقة 4 الفا واكس اس 3 ناقص 6 اكس. يبقى كده انا جهزت القاعدة اللي انا هتعامل معاها علشان اجيب باقي الاشياء المطلوبة مرة واحدة. يبقى عندي هنا قيمة الاكس اللي هعوض بيها عشان اجيب الاكس 2 هي الاكس 1 اللي هي طلعتها سالب 1 على 2 اللي هي سالب نص. فهضغط على كالك وهختار سالب 0.5 او سالب نص وعمل يساوي وطلع قيمة الاكس 2 طلعت معي سالب 0.625. يبقى الناتج سالب 0.625 ده قيمة الاكس 2. بعد كده المطلوب في الفرع بي ان انا استخدم الالة واجيب الاكس 3 الناتج اللي حصلنا عليه هنروح نكتبه في الكالك. فهنا هضغط كالك واحط سالب 0.625 يساوي طلع معايا الناتج طبعا بياخد 5 منازل 10 فقط اللي هو الناتج سالب 0.6180 والاربعة اللي هو العدد الخامس هياخد 1 من 5 هيكون 5 ونجيب من خلاله الاكس 4 برضو باستخدام الآلة. هنخزن الرقم الـ ENS هنا المعادلة اللي احنا كاتبينها ونضغط كالك وهنحط الرقم اللي احنا خزناه او نكتبه وبعد كده هنعمل يساوي طلع معانا الناتج. ناخد 5 ارقام منه بعد العلامة 6 1 8 0
تلاتة العدد الخامس مش هيتقرب، هينزل زي ما هو. اظن هنا مختلفين، ناخد الاكس خمسة ونستخدم نفس الرقم، يعني هي مجرد تكرار لنفس الخطوات. هنخزن الرقم اللي احنا حصلنا عليه في الناتج ونطلع خالص ونجيب المعادلة وهنضغط كالك ونحط في كالك الرقم الاخير اللي هو عبارة عن الاكس اربعة، نضغط يساوي. الناتج طلع معانا سالب 0.61803. لاحظوا ان هو نفس الناتج، يبقى هنكتب نفس الناتج بدون التلاتة مش هتتقرب عشان اللي بعدها برضو تلاتة. سالب 0.61803، يبقى التكرار هنا معناه ان احنا وصلنا للحل الاخير اللي هو تكرار خمس منازل عشرية، ويطلع معايا نفس الناتج. استخدم طريقة نيوتن، اذكر الدالة التي تستخدمها لتقدير العدد المعطى. هنا ناخد سؤال رقم 25 اللي هو عندي جذر 11 باستخدام طريقة نيوتن. جذر 11 هيكون عندي مطلوب مني ان انا اجيب دالة، هجيب قيمة بالتخمين اللي هي قيمة الاكس نود. اول حاجة هجيب الدالة ازاي، هفترض انه الاكس بتساوي جذر 11، دي اول خطوة. العدد اللي عايز اوجده باستخدام طريقة نيوتن بسويه مع الاكس، وبعد كده علشان اتخلص من الجذر هربع الطرفين، يبقى هنا تربيع وهنا تربيع. بعد كده هيروح معايا التربيع هيروح مع الجذر، والمتبقي هيكون اكس تربيع بتساوي 11. هنقل ال 11 للطرف الثاني، يبقى اكس تربيع ناقص 11 بتساوي 0، اسويها بالصفر، يبقى دي كده هتكون عندي الدال. بالنسبه لقيمه الاكس نوت ازاي اجيبها، بجيب عدد يكون يطلع من تحت الجذر اللي هو قريب من الجذر التربيعي لل 11. طب ايه الجذور التربيعيه اللي سهل نطلعها؟ هاخد جذور اعداد تكون قبل جذر ال 11 يطلع منها عدد صحيح، او بعد جذر ال 11 يطلع منها عدد صحيح، ايهما اقرب؟ ممكن نقول انه جذر التسعة بيساوي 3، وعندي جذر 16 بيساوي 4. ممكن ياخد اي واحد فيهم، الاثنين هيكون صح. الناتج اللي بنحصل عليه اللي هو العدد الصحيح ده هيكون هو عبارة عن الاكس نوت، او القيمة اللي هي هبدأ ان انا اخمن بيها، او هتكون هي القيمة الاولية. يبقى الاكس نوت اللي هناخدها ممكن نقول التلاتة، لو حد اخد الاربعة برضو كمان صح. يبقى هنا هجهز المشتقة، اف برايم الاكس بتساوي مشتقة اكس تربيع هتكون 2x، ومشتقة الثابت بصفر. كل اللي هعمله ان انا هعوض في اف الاكس نوت، هتكون عندي 3 تربيع ناقص 11 هتديني سالب 2، وكمان هعوض في المشتقة في الاكس نوت، يبقى اف برايم اكس نوت بتساوي 2 ضرب 3 هتدينا 6. كده جهزت كل حاجة، مجرد ان انا احط قاعدة نيوتن وابدأ ان انا اطلع الناتج. يبقى هنا عندي القاعدة اللي هستخدمها هتكون اكس صفر زائد واحد بتساوي الاكس نوت ناقص اف اوف اكس نوت على المشتقة عند الاكس نوت. النواتج اللي حصلت عليها هتجيب لي الاكس وان، الاكس نوت قيمتها 3 ناقص الاف اوف اكس نوت هتديني سالب 2، وفي المقام هحط المشتقة عند الاكس نوت هتديني 6، ويبقى عندي قيمة الاكس واحد بتساوي هتديني 10 على 3 اللي هو هيكون تقريبا 3.3 دوري، ده هيكون قيمة الاكس وان. هنروح نستخدم نفس الطريقة علشان نجيب الاكس 2. هنكتب الدالة في الصورة اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هو في صورة الفا واكس ناقص، وناخد كسر، وفي البسط هنكتب الدالة الاصلية اللي احنا جبناها اللي هي اكس تربيع ناقص 11، وفي المقام هنكتب المشتقة اللي هي 2x. وبعد كده هنستخدم كالك علشان نوجد النواتج المتتالية اللي بتكون متشابهة. يبقى هنا هضغط كالك، العشرة على 3 اللي هي قيمة الاكس وان هيديني 3.316، دي قيمة الاكس تو 3.316. بعد كده هجيب اكس 3، هخزن الرقم اللي انا حصلت عليه او هستخدمه بالبوينت 199 على 60، وهضغط كالك، هضغط كالك وهختار نفس الرقم اللي احنا خزناه اللي هو 199 على 60، او هكتبه هيطلع معايا 3.3166. لاحظوا ان هو هيكون نفس الناتج، يبقى معناها الاجابة الصحيحة هتكون 3.316، دي هتكون القيمة التقريبية لجذر 11. خلينا نشوف قيمة جذر 11 بدون استخدام طريقة نيوتن. هنلاقي ان هو 3.3166، نفس الناتج اللي طلع معانا عند الاكس 2 ونفس الناتج اللي طلع معانا عند الاكس 3.
طبعا مطلوب ان احنا نذكر الداله اللي هنستخدمها اللي احنا كتبناها في الاول في اول خطوه، هي دي هتكون عباره عن الداله المستخدمه في ايجاد جذر ال11. طبعا باقي الجذور هتطلع بنفس الطريقه. نحل سؤال اخر مختلف، ناخد مثلا السؤال اللي هو رقم 30 جذر 24 وترميز الجذر 4.6. هنا في ترميز بالبوينت ما فيش مشكلة، موجود عندنا على الآلة. الجذر اللي هو بيكون بدون ترميز اللي هو شيفت مع علامة الأس هيدينا الجذر بدون الترميز بالشكل ده. احنا بنحط الترميز اللي احنا عايزينه اللي هو هنا 4.6 في الترميز، وبنحط تحت الجذر 24 بالشكل ده، وبيطلع معانا الناتج عادي. ودي الخطوة الأخيرة اللي احنا بنختبر بيها ناتج الحل اللي احنا استخدمنا في طريقة نيوت. يبقى في البداية هستخدم نفس الخطوات، هستخدم الجذر اللي موجود معايا اللي هو هنا 4.6 وهنا 24، والمفروض ان انا هساوي مع الاكس. وعلشان اتخلص من الجذر طبعا انا هستخدم الاس، يبقى هنا هحط للطرفين الاس 4.6 وهنا كمان هحط للطرف ده اس 4.6 علشان يروح الاس مع الجذر، والمتبقي عندي هيكون اكس اس 4.6 بتساوي 24. وبعد كده هنقل 24 للطرف التاني، يبقى اكس اس 4.6 ناقص 24 بتساوي الصفر، ودي هتكون هي الدالة. الخطوة اللي بعد كده نشتق الدالة دي، اف برايم الاكس بتساوي ال 4.6 هو اس هيتضرب في معامل الاكس، يبقى 4 تبقى 4.6 مضروبة في اكس والنقص من الاس 1 هيبقى 3.6، ومشتقة السالب 24 راحت بصفر، يبقى دي كده الدالة ودي كده المشتقة. فاضل عندنا ان احنا نحدد قيمة الاكس نوت. لو نلاحظ كده لو احنا حطينا الجذر نفسه على الآلة هيدينا 1.9 يعني تقريبا 2. طب لو خدنا رقم اكبر شوية من ال 24، ناخد مثلا العدد اللي بعده اللي هو 25 تحت الجذر على نفس الترميز هيدينا 2.01 يعني برضو قريب من الاتنين اللي هو هناخد العدد الصحيح بس. طيب لو خدنا اقل شوية يعني لو خدنا بدل 25 خدنا 23 هنلاقي برضو 1.9 يعني كل الاعداد القريبة من الجذر اللي معانا هيكون بتقترب من الاتنين، فالعدد اللي احنا هناخده هيكون هو الاكس نوت اللي هو التخمين الاولي العدد 2. هنحتاج ان احنا نعوض في الدالة وقيمة الاكس نوت اللي احنا خمنناها، وهنعوض كمان في المشتقة بالاكس نوت. وممكن نروح نحط القانون مباشرة ونستخدم الآلة مرة واحدة ونطلع الناتج. يبقى القاعدة عندي هتكون الاكس نوت زائد 1 بتساوي قيمة الاكس نوت ناقص الدالة عند الاكس نوت على المشتقة عند الاكس نوت. دي هتكون قاعدة نيوتن اللي احنا هنستخدمها اللي هي هتديني الاكس 1 وهتديني الاكس 2 وهكذا. هنكتب الدالة اللي هي قاعدة نيوتن على الآلة اللي هي عرفنا طريقة كتابتها هتكون ازاي، اللي هي الفا واكس بعد كده ناقص وهناخد كسر. هنحط الدالة اللي احنا كوناها في البسط هتكون عندي الفا واكس، وفي الاس هنحط 4.6 ناقص 24 يبقى دي كده الدالة. في المقام هنحط المشتقة، المشتقة هتكون 4.6 الفا واكس، والاس هيكون 3.6. كده كوننا المعادلة الاساسية اللي هي في قاعدة نيوتن، مجرد بس ان احنا نضغط كالك اكتر من مرة لحد ما نوصل للناتج اللي احنا محتاجينه. فاول واحدة هضغط فيها كالك هيكون الاكس نوت، هي الناتج طلع معايا 1.99549، ده هيكون الاكس 1. هستخدم نفس الرقم واضغط كالك مرة تانية، يبقى هخزن الرقم من هنا من الاي ان اس وهطلع بره خالص. ولو ضغطت على السهم في الآلة هيرجعني على نفس المعادلة مرة تانية، هضغط كالك مرة تانية وهختار العدد اللي انا خزنته وهضغط يساوي، هيطلع معايا 1.99547، هاخد 5 أعداد بعد العلامة وهخزن الرقم واخد الرقم التالي بما انه الرقمين هنا مختلفين زي ما احنا شايفين الرقم الاخير مختلف هنا 9 وهنا 7. هنخزن الرقم ونعيد نفس الخطوات مرة تانية، هنطلع خالص وهنرجع المعادلة اللي احنا كتبناها مرة تانية وهنضغط كالك وهنحط الرقم الاخير اللي حصلنا عليه اللي هو قيمة الاكس 2، هضغط يساوي طلع معايا 1.99547. لو تلاحظوا ان هو نفس الرقم اللي طلع في الاكس 2 يبقى معناها ان ده هيكون هو الناتج الاقرب او الناتج الصحيح للسؤال. يبقى انا كده هكتب نفس الرقم
يبقى دي كده بما انه في تكرار يبقى انا كده وصلت للناتج اللي هو كان الهدف من استخدام طريقة نيوتن عشانه، ان انا اوصل لنواتج متتالية متشابهة. هروح بعد كده احط السؤال نفسه على الآلة علشان اتأكد ان انا حليت صح وان الناتج ده طلع معايا مظبوط. اضغط شيفت والجذر اللي فيه ترميز فاضي واحط في الترميز 4.6، تحت الجذر احط 24 ونشوف نفس الناتج اللي طلع معايا. يبقى كده الاجابة معانا اجابة صحيحة باستخدام طريقة نيوتن.